يسأل الشيخ هذا السائل عن حكم ترتيل الأحاديث عندما أقرأ في رياض الصالحين أو في غيره مثل ترتيل القرآن، هل في ذلك بأس؟ مثل ترتيل القرآن بالغنة والإدغام والمدود، لا، ليس قرآنا، ولكن يقرأه بالصوت الذي يرغب المستمعين، يجلب المستمعين، يحسن صوته به، ولا يسمى هذا ترتيلا، يسمى تحسين الصوت بقراءة الحديث حتى يستجلب من حوله. نعم.